يعني في اليوم اللي انا رحت فيه راحوا مطلعيني، فاكر انا 60 قرش عشان اروح اعمل شهاده ميلاد يعني وكده والحاجات اللي هي عشان بتتعمل تبدا تتأيد عشان اتأيد يعني انا كمان هدفع الفلوس ده هم شارينك شارينك ففعلا شوف يعني كانت الامر كان الكوره الشراب كانت واخدانا بشكل كبير جدا. ولما رحت اسكو الحمد لله كانت الدنيا يعني الحمد لله الناس برضو قابليني بشكل كويس قوي. الكابتن حسني ابو زيد كان كمان موجود بقى الكابتن شلش هو طبعا الاب الروحي للنادي كله. وكانت ايام طبعا ايام كانت هايله جدا. الايام اللي انا كنت فيها في اسكو يعني زي ما بقول لك انا كنت يعني الحمد لله كنت مهاري بس مش انا لوحدي كان في جيل محترم قوي يعني كان حمدي نوح كابتن حمدي نوح كان حمدي مهالي وياسين مهالي وعطيه الله يرحمه مهالي وكان احمد ابو الحاج بقى ما شاء الله هو يعني هو النمره واحد في المجموعه كلها ويعني ناس كتير طبعا انا ما قلتش الاسامي كلها لكن هم دول اللي يعني المهاره كانت منتشره بشكل كبير جدا يعني في فرقه زي فرقه اسكو ما بالك بقى في الفرق الثانيه اكيد ان الدنيا كانت انت لعبت منتخب مصر من اسكو برضه كنت مختار لا انا جيت لا اول ما يعني جيت النادي الاهلي اول ما جيت النادي الاهلي السنه اللي انا جيت فيها النادي الاهلي دي اللي كانت هي دي اللي يعني انا بقول لك كنا في الملعب ده اول ما جيت كابتن طه اسماعيل كان بيجي يلعبوا في الملعب دوت فانا كنا في الصيف وكان مستر الجوتي هو مدرب الفرقه بس ما كانش موجود لانه كان مسافر كان في اجازه وكان الكابتن فؤاد شعبان هو اللي موجود فكان المجموعه اللي بتلعب هنا انا نزلت لعبت معاهم يعني انا اول ما جيت من كده كنت بنزل العب مع فرقه اللي هي كانوا عندنا هنا الشمس وكان فيها الكابتن طه وفيها ما شاء الله اسامي كبيره جدا جدا والكابتن طه شافني فلما شافني قال لي انت بتدرس فين كنت انا لسه في ثانويه فقال لي في فمن هنا عرفني وخدني منتخب مدارس وبعد ما جيت على طول النادي هنا ما لعبتش في النادي اول ما لعبت في منتخب مدارس يعني وانا هنا فمنتخب مدارس عرف الناس بي وبعدين ما كانش حد يعرف ان انا كنت لسه جيت في النادي الاهلي فلجأت من منتخب مدارس على طول على النادي الاهلي كان بقى ابتدوا يشتغلوا وابتدى الكابتن مستر ديكوتي يعني جيت بقى لقيته ومن هنا بقى ابتديت اخش بقى يعني انا وانا كنت كده كنت الامور كانت صعبه جدا هاجي العب مع مين كلنا بقى النجوم اللي كانوا موجودين وقتها وانت جاي من اسكو للنادي الاهلي بقى النجوم اللي كانت موجوده في النادي الاهلي كان موجود كابتن صلاح حسني وكان موجود الدكتور سمير حسن وكان موجود الخطيب وكان موجود مصطفى عبده وكان موجود صفوت عبد الحليم ومحسن وطاهر ويعني انا مش عارف وطبعا مصطفى يونس واحمد عبائي لا يعني انا مش جاي العب مع عليهم انا جاي العب يعني اخش معاهم كده مثلا قلت ان انا لو جات لي فرصه ان انا ابقى احتياطي معاهم في ماتش هتبقى حاجه كويسه قوي بفضل الله لما جيت والظروف ساعدتني ان انا من اول ماتش لعبته وبعد كده بقيت اول مباراه لعبتها كانت ايه مع النادي الاهلي كانت على ما اظن كفر الشيخ ايوه كفر الشيخ والنادي الاهلي كسب المباراه دي 2-0 كابتن طاهر الشيخ وكابتن محمود خطيب